هذا هو آخر مكان تتوقع وجود مولود جديد فيه، ففي أسفل حفرة الصرف الصحي وعلى عمق 2.5 متر وجد طفل رضيع. كان ديفيد يركب الدراجة مع ابنته صباحا عندما سمع صوت البكاء، ويبدو أن الطفل بقي في الحفرة حوالي 5 أيام وفقا لحالات سوء التغذية التي وجد عليها ولجفاف جسده. ثم أخذ الرضيع إلى المستشفى حيث يخضع للعلاج من وضعه الصحي الخطير. ووجهت السلطات لامرأة في 30 من العمر تهمة الشروع في القتل على خلفية القضية، ويقول المحققون أن الطفل يبلغ أسبوعا من العمر، ويعتقدون أنه تم التخلي عنه بوضعه في الصرف الصحي يوما بعد ولادته. وبعد ساعات من دخوله المستشفى ذهب منقذوه لزيارته حاملين له معهم ملابس جديدة.